تغطيتنا متواصلة من القاهرة الإخبارية، نتناول فيها أبرز التطورات على الساحات المختلفة. سليماني أكدت الحكومة الإيرانية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما ومرافقين لهما. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس، وأشار إلى أنه بعد العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها 9 من المسؤولين من ضمنهم رئيس البلاد، لا يوجد أي أثر يدل على أن ركابها على قيد الحياة. هو الرئيس 8 لإيران، اعتلى المنصب بعد أن خاض مشواراً طويلاً وشغل عدة مواقع في السلك السياسي والقضائي. ولد إبراهيم رئيسي في ديسمبر عام 1960 في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، وتوفي والده عندما كان في سن 5، وتكفله برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه حتى حصل على درجة الدكتوراه، وأصبح أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي. عين رئيسي نائباً عاماً لمدينة كرج غربية طهران في عام 1980، ثم أصبح المدعي العام فيها بالعام ذاته، وكانت قفزته الكبرى بعد 5 سنوات حين تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، ليتم تكليفه بالبت في المشاكل القضائية في ليرستان وكرمنشاه وسمنان، بالإضافة إلى العديد من الملفات القضائية. وبعد أن نال مزيداً من ثقة المحافظين، عين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بين عامي 1989 و1994، ثم أسندت إليه مهمة رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران حتى 2004، ليشغل بعدها منصب المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، ثم يعين مدعياً عاماً بإيران عام 2014. تولى رئيسي زمام إدارة البلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2021، وبرز اسمه عندما بدأ مهام منصبه في 3 أغسطس من ذلك العام كسياسي إيراني ينتمي إلى تيار المحافظين، فعمل على إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والغرب، وحاول إظهار المرونة في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وسمح للخبراء بزيارة إيران ومنشآتها النووية مرات عدة. وعندما أثارت الحرب على غزة التوتر الإقليمي، شنت القوات الإيرانية في عهد رئيسي هجمات غير مسبوقة بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، رداً على قصف قنصليتها في دمشق.
إذن وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور حامد. إذن يعني الكثير من التفاصيل ربما التي تحتاج إلى الوقوف أمامها. بداية دعنا نتحدث عن ما بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني. الآن ربما مجلس صيانة الدستور في إيران كان قد تحدث عن أن مهام الرئيس المقبل سوف تستمر لأربع سنوات، على الرغم من أنه كان السؤال هل ستكون أربع سنوات أم سنة؟ ماذا بعد ذلك؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا يعني هناك حالة من التخبط في التصريحات في الداخل الإيراني حتى هذه اللحظة ما بين المسؤولين في الداخل كدليل قاطع على عدم قدرتهم على احتواء هذا الموقف وعدم قدرتهم على إيجاد تصريحات متزنة تؤدي إلى كيفية الخروج من هذه المحنة والضائقة الكبيرة التي ستمثل تهديدا خطيرا لمجمل الأوضاع في إيران، باعتبار أن هذه النقلة يتبعها الكثير من التحركات، خاصة أنه سيتم تطبيق المادة 131 من الدستور الإيراني، والتي تقول أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف الرئيس ويتمتع بكافة الصلاحيات، ولكن ذلك بموافقة القيادة، وبالتالي هيتم تأليف هيئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية وأيضا المعاون الأول للجمهورية لترتيب الأمور لانتخاب رئيس جديد، وذلك في خلال 50 يوم. ولكن في خلال هذه الفترة سيتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية الدكتور محمد مخبر الذي عين في أغسطس عام 2021 بعد اختياره نائبا لإبراهيم رئيسي، وبالتالي أرى أننا سنكون أمام مشهد معقد يحتاج الكثير من الترتيبات، ولكن هذا الموقف في ظني وتقديري لن يؤثر على الداخل الإيراني، لأن الدولة العميقة هي من تتحكم في الداخل الإيراني ولن يكون هناك اهتزاز لنظام الحكم، وخاصة أن التجارب السابقة أثبتت ذلك. يعني في أوائل الثمانينات محمد رجائي تم اغتياله ولم يكن هناك أي نوع من الاهتزاز في الحكم، ولكن هناك الآن صراع داخلي عن من سيحل بديلا لإبراهيم رئيسي. هناك ترشيحات كبيرة، ومن أهم هذه الترشيحات طبعا أن يكون رئيس البرلمان قليباب أحد أبرز المرشحين للرئاسة، وهو من التيار المحافظ، وأيضا من الممكن أن نرى ترشيح نائب الرئيس محمد مخبر، وأيضا من الممكن أنه إذا سمح للرئيس الأسبق حسن روحاني للترشح عن التيار الإصلاحي، وبالتالي هناك صراع داخلي للوصول إلى رئاسة إيران، ولكن في ظني وتقديري أن فرص التيار المحافظ ستكون أقوى بكثير، وهنا أتحدث عن رئيس البرلمان الإيراني قليباب، باعتبار أن في عوامل مهمة تجعل الدفع في هذا الاتجاه، خاصة أن هناك يعني علاقات أمريكية إيرانية متوترة وأيضا إسرائيلية والمواجهة معها التي انتقلت إلى المواجهة المباشرة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. كل هذه العوامل تجعل الداخل الإيراني يتمثل بالتيار المحافظ. نعم، يعني أنت أشرت إلى نقطة شديدة الأهمية دكتور حامد، يعني موضوع العلاقات الأمريكية. نعلم بأنه عمليا الفترة الأخيرة كانت تشهد ربما توترات بشكل متذبذب، وإن كان على مستوى مرتفع عامة بعد أحداث 7 أكتوبر، والآن الكثير يسألون أنه هل سوف تكون الفترة المقبلة مختلفة في سياسة التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن فترة الرئيس الراحل رئيسي كانت تتسم إلى حد كبير بالتوازن ربما كما يعني يتم تقييمها. سؤال مهم جدا يا أستاذة منى، على اعتبار أن مخطئ من يظن أنه ليست كانت هناك علاقات موجودة وقوية وخطوات وقنوات اتصال مفتوحة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وده اللي ظهر بشكل كبير جدا في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في هندسة رد إيراني على
القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية، ثم بعد ذلك قيام إيران بالرد على إسرائيل داخل الأراضي الإسرائيلية، وبعدها الرد الإسرائيلي. كل ذلك يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لديهم علاقات قوية في سبيل تنسيق الجهود فيما يخص كيفية يعني إيجاد لا ضرر ولا ضرار وفقا لكل الأطراف، وأيضا سعي الولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد طريق وفتح أفق جديد فيما يخص البرنامج النووي الإيراني. ولكن هذا لا يسير وفق الأهواء الإسرائيلية بشكل كبير، خاصة أن احنا شاهدنا نوع من أنواع التصعيد في المنطقة، حتى وإن كان هذا التصعيد لم يرتقي إلى درجة الخطورة الداهمة أو التي تدفع لاتجاه انفجار الأوضاع في المنطقة، إلا أننا شاهدنا تصريحات خطيرة من الجانب الإيراني تجعل الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، وهو أن إيران تريد تحويل عقيدتها النووية من سلمية إلى برنامج عسكري، وذلك سيؤثر بشكل كبير جدا على العلاقات الإيرانية الأمريكية. وفي ظل أننا حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يجزم عن الفرضيات التي حدثت في مقتل الرئيس الإيراني، هل هي عملية ممنهجة ومركبة وتم صياغتها بشكل جيد وتم القضاء على الرئيس الإيراني، أم من الناحية الأخرى هو حادث عربي، ولكن كل المؤشرات تدفع في اتجاه أننا أمام حادث غامض يثير الكثير من التساؤلات، ولا يمكن أبدا الجزم بشكل واضح في هذه الجزئية. ما الذي ترجحه دكتور حامد؟ يعني في ظني وتقديري أننا أمام الفرضية الأولى، يعني عندما تقول هناك ثلاث طائرات يصطدمون بهذا الشكل وبهذه الطريقة ولا يتم إلا استهداف طائرة واحدة فقط، على الرغم من أن الأحوال الجوية لا تنفصل عن بعضها البعض باعتبار أن الثلاث طائرات تعرضوا لنفس الظروف الجوية ولنفس العوامل ولنفس الضغوط التي تعرضت لها والتضاريس الجغرافية، ولكن عندما يتم النجاة يعني بطائرتين ومروحيتين دون مروحية الرئيس الإيراني، وأيضا أن هناك دليل قاطع على أن هناك اختراقات في الداخل الإيراني، لأني معنى أن يتم بهذا الشكل وبهذه الحادثة من الممكن أن تكون مرتبة وبشكل كبير، لأن هذه الطائرة عندما تضم كل هؤلاء المسؤولين في طائرة واحدة فقط، ويعني رئيس الدولة ووزير الخارجية وغيرهم من المسؤولين المهمين، ده دليل قاطع على أن هناك شيء مريب في الحادث، وهناك الكثير مما تكتنف هذه الأحداث لابد أن يتم اكتشافها من قبل التحقيق بشكل كبير. وإذا كانت هذه هي الفرضية التي صارت عليها الدولة الإيرانية، فإننا لا نجزم إلا بأن الدولة الإيرانية أصبحت غير قف وبشكل واضح، لأن الأجهزة الإيرانية عندما تتعامل مع رئيس الدولة بمثل هكذا سطحية في من الناحية الأمنية، ده دليل قاطع على ضعف المؤسسات الأمنية الإيرانية في التعامل مع ثاني أهم رئيس أو ثاني أهم شخصية في القيادة الإيرانية. نعم، يعني دكتور حامد، الجميع كانوا يتحدثون عن سيناريوهات ثلاث لهذا الحدث، إما أن يكون هذا الحدث ناتج عن تعطل في الطائرة أو تورط ربما لإسرائيل أو حتى تورط داخلي. في هذه الحالة أنت استثنيت أحد هذه السيناريوهات وهو أن يكون عطل داخلي وفقا لتحليلك بطبيعة الحال، لكن من له مصلحة ربما بشكل أكبر للخوض في هذه المغامرة؟ يعني إحنا لو شاهدنا تصاعد الأحداث والتوترات ما بين أذربيجان من ناحية وإيران من ناحية على مدار الفترات السابقة، والعلاقة القوية اللي كانت دائما وأبدا ما تربط بين أذربيجان وإسرائيل، وفي ظل تواجد الكثير من عناصر الموساد في هذه المنطقة تحديدا، تظل أننا شاهدنا حجم من الاختراقات الإسرائيلية للداخل الإيراني وللمؤسسات الإيرانية وللأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في الفترة الأخيرة، ده دليل قاطع على أن هذه العملية هي من وجهة نظر الشخصية هي عملية اغتيال مدبرة، وتشير أصابع الاتهام قولا واحدا إذا ثبت ذلك نحو إسرائيل باعتباره هو الكاسب الأكبر من عملية اغتيال
رئيسي، لأن هذا يدفع في اتجاه عدم استقرار إيران بشكل واضح، وهو ما تريد إسرائيل تحقيقه في الفترة القادمة، لأن ذلك بعد التنسيق اللي كان موجود بشكل قوي بين فصائل المقاومة وإيران، وأيضا المحاور المشتركة بين إيران وبين أذرعها في المنطقة والتهديدات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة. ده يجعل النظام الإسرائيلي يسعى بكل قوة إلى إحداث نوع من أنواع الاهتزاز في النظام الإيراني. وأيضا موضوع الأحوال الجوية والتضاريس أرى أنه يعني مستبعد وبشكل كبير، ولكن في نفس الوقت نرى أن الداخل الإيراني لا يستطيع أن يقوم بمثل هكذا عملية، وبالتالي الاتجاه الأرجح هي أن هذه العملية من الممكن أن تكون تمت بالحرب الإلكترونية على أجهزة الطائرة نفسها، وتم إسقاط هذه الطائرة. إذن يعني يأتي هذا في سياق التحليلات التي ربما يجب الحديث عنها في هذه الحالات، وهنا نتحدث عن يعني حدث ربما كبير يرتبط بدولة يعني تتعلق بها العديد من النقاط والمصالح في المنطقة والعالم. هناك الكثير من التساؤلات بطبيعة الحال. يعني دكتور حامد، بعض يتحدثون عن الموقف الآن في الداخل الإيراني بعد هذا الحدث المفاجئ، وبالتالي إذا ما أردنا أن نقرأ حتى الآن، هل ما زلنا نشهد توازن في التعاطي مع هذا الحدث؟ سؤال مهم جدا، لأن الداخل الإيراني هو ووحدة الجبهة الداخلية الإيرانية هو سيكون طوق النجاة لخروج إيران من هذه المحنة الصعبة والشديدة، ولكن الجزئية الأخطر ليست في مقتل رئيس الدولة الإيرانية، ولكن في شخص إبراهيم رئيسي باعتباره وكان المرشح الأبرز والأهم والمهم جدا لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي والانتقال السيادي، ولده اللي كان بيتم الإعداد ليه والتحضير ليه لمدة سنوات طويلة، وبالتالي البحث عن بديل هذه هي المعضلة الكبيرة في المشهد الإيراني. وكما أشرت لحضرتك أن هناك بعض الترشيحات الآن تصب ما بين رئيس البرلمان وغيره من باقي المرشحين، وبالتالي أرى أن الداخل الإيراني عليه عامل كبير في ظل أن المعارضة الإيرانية غير قادرة على توجيه ضربة للنظام الإيراني، لأن النظام الإيراني كان حريص بشكل كبير في الفترات السابقة على إضعاف المعارضة الإيرانية التي أصبحت صورة فقط وغير قادرة على توجيه الشعب الإيراني. ولكن في نفس الوقت أرى أن تناني التنظيمات المسلحة والإرهابية والميليشيات الداخلية في إيران يمثل عائق رئيسي في المسار السياسي في الفترة القادمة، في ظل أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من محاولة القفز على السلطة في إيران، ولكن هذا لن ينجح لأن الدولة العميقة والمرشد الإيراني هو من يتحكم بشكل كبير ولديه الكثير من الصلاحيات ويتحكم في المؤسسات الإيرانية، والدولة العميقة هي من تسيطر على المشهد الإيراني بشكل عام. هل هذا يعني دكتور حامد بأن الفترة المرحلة الانتقالية والتي يعني من المفترض بأنها مدتها حوالي 50 يوم سوف تكون ربما كافية لإحداث الاستقرار في البلاد قبل أو من يعني حتى تنفيذ انتخابات مقبلة؟ ومن المفترض أن تكون هناك انتخابات في خلال عام يعني، ولكن في ظني وتقديري أنه من الممكن أن يتم الإعداد لهذه الانتخابات بشكل جيد، وبالتالي أرى أن هذه النقطة تحديدا ستسعى الإدارة الإيرانية إلى تهيئة الرأي العام بشكل كبير لما حدث للرئيس الإيراني، ومحاولة التماسك الداخلي، ومحاولة تنفيذ المادة بكل ما نص عليه الدستور الإيراني وهي المادة 131، وبالتالي أرى أن الرئيس الإيراني القادم ستكون عليه مسؤوليات محدودة في ظل أن المتمسك الأول بتلابيب الدولة الإيرانية هو المرشد الأعلى. هو الآن الحديث عن أن يعني سوف تجرى انتخابات رئاسية خلال 50 يوم من وفاة الرئيس عمليا، ولهذا ربما سألت أنه بطبيعة الحال كان قد تم الإعلان عن أنه هذه الانتخابات المقبلة سوف تمنح الرئيس الجديد 4 سنوات وكأنها فترة رئاسية كاملة لرئيس ينتخب في وقته المحدد.
بالفعل يا فندم هياخد 4 سنوات، وده هيكون يعني بيتم الإعداد ليه بشكل جيد الآن وترتيب الأمور الداخلية في إيران، لأن هذا يعني حدثت مواقف مشابهة لذلك في الثمانينات ولم يحدث أي شيء للنظام الإيراني، وليست هذه العوامل التي تجعل هناك تغير داخلي إيراني كبير يدفع في اتجاه إسقاط النظام، على الرغم من حجم التحديات الكبيرة جدا سواء على المستوى الاقتصادي اللي بتعاني منه إيران بشكل كبير جدا نتيجة العقوبات الأمريكية والغربية والاحتجاجات المتزايدة خاصة بعد مقتل مهسا أميني وغيرها، ولكن كل هذه العوامل الآن أرى أنها ستتوارى خلف تنفيذ المادة 131 وإيجاد رئيس جديد للدولة والجمهورية الإيرانية. نعم، الآن نحن أمام هذا الحدث وتتوالى الأنباء ربما حول تفاصيله شيئا فشيئا، يعني دعنا بداية نتحدث في هذا المجال عن البروتوكولات التي من المتوقع أن يتم ربما اتباعها لمرحلة ما بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني ومن معه. يعني أرى أن هناك الآن لأول مرة أو نرى أن هناك تكاتفا كبيرا من كل الدول بشكل كبير لتوجيه واجب العزاء إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، وشاهدنا بيان الخارجية المصرية، لأن الدولة المصرية باعتبار هي وغيرها من الدول، ولكن الدولة المصرية دائما صاحبة واجب وتقدم واجب العزاء وتقف دائما وأبدا مع الشعوب المكلومة والتي تصاب بآلام أو أحداث تؤثر بشكل كبير على مقدرات الشعوب وقدرتها في احتواء هذه المواقف، وبالتالي أرى أنه سيتم طبقا للبروتوكول البحث أولا عن كيفية، يعني الشغل الشاغل في إيران الآن هو كيفية مقتل أو ما حدث في هذه الحادثة والفاجعة، ثم بعد ذلك القيام بمراسم بروتوكولية ودفن الجثامين، لأن هناك من يقول أن هناك بعض الجثامين غير موجودة وغير معروفة نتيجة طبعا أن هذا تم بعد سقوط المروحية، تم احتراق الجثث نتيجة يعني اشتعال النيران في المروحية، وبالتالي سيتم يعني عمل بروتوكول وإقامة يعني ما يؤدي إلى كيفية تنفيذ بروتوكول رسمي إيراني يؤدي وبشكل واضح إلى البحث عن وجود دولية والبحث عن كيفية التواصل مع السلطات الإيرانية لتقديم واجب العزاء من كل دول العالم. يعني في هذا السياق أيضا دكتور حامد، يعني نعلم بأن عمليات البحث استغرقت حوالي 17 ساعة، وخلال هذه العملية تم الاستعانة بجهات دولية مختلفة فيما يتعلق بالآن مرحلة ما بعد إيجاد هذه الجثامين وقراءة أو البحث عن الصندوق الأسود وفتحه ومعرفة ما الذي يحتويه، بالإضافة إلى ربما التعامل مع الجثامين. حتى الآن لم يتم الإعلان فيما إذا كانت الجثامين عبارة عن أشلاء أم أنها قطع، هل سوف يكون هناك حاجة لتشريحها أو ما إلى ذلك. يعني كل هذا هل نتوقع بأن يتم فقط بتدخل إيراني أو بعمل إيراني، أم أنه من الممكن أن يتم الطلب من جهات دولية التدخل في هذا الأمر؟ يعني طبعا يعني كان في قصور كبير جدا من قبل السلطات الإيرانية وعدم قدرة وكفاءة على الوصول إلى الرئيس الإيراني بشكل متسارع وإلى الطائرة، وهذا ما احتاج تدخل الكثير من الجهات الدولية والدول في مساعدة إيران، وفي ظني وتقديري أن إيران يعني الكثير من الدول سيقوم بمد يد العون إليها لكيفية الوصول إلى الحقيقة الغائبة في هذه الحادثة التي ستؤدي قولا واحدا إلى ارتباك في الداخل الإيراني، لأن ما يهم الشعب الإيراني الآن والقيادات في إيران هو البحث عن الحقيقة ومعرفة ما حدث للرئيس الإيراني، لأن هذه النقطة هي النقطة الجوهرية في المعادلة، لأنها ستعكس كيف سيكون الرد الإيراني، وهل إذا اكتشفت إيران أن هذا الحدث هو حدث مدبر هل سيتم الإعلان عن ذلك أم لا يتم الإعلان عن ذلك. هذه هي الرؤى الإيرانية، وفي ظني أن الكثير من دول العالم ستقدم كل أوجه الدعم باعتبار أنه حدث إنساني، وهذا ظهر من حجم التضامن الكبير من التصريحات التي خرجت من كل قادة العالم بالأمس تؤكد على الوقوف مع القيادة الإيرانية ومع الشعب الإيراني وتقديم كافة أوجه الدعم للوصول
إلى الطائرة التي فقدت أو سقطت في جنوب في شمال غرب إيران. نعم، يعني دكتور كنا نتحدث قبل قليل عن هل ستختلف الاستراتيجية في التعامل مع قضايا المنطقة، بمعنى يعني الاستراتيجية الإيرانية، والآن هناك تحليلات إسرائيلية تتحدث عن أنه يعني إسرائيل غير قلقة، وبأن يعني هذه الاستراتيجيات الإيرانية لن تتغير في التعامل مع الملفات القائمة. كيف نقرأ هذا التصريح؟ يعني في ظني وتقديري أن إيران يا أستاذة منى أدت انفتاح حقيقي مع الكثير من الدول في الفترة السابقة، وكما حضرتك أشرتي أن السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس الإيراني كانت سياسة متزنة ومنفتحة على ضرورة عقد لقاءات وإذابة الجليد مع الكثير من الدول، وده اللي شاهدناه في التقارب السعودي الإيراني والذي تم برعاية صينية، ومحاولة إيران الآن البحث عن علاقات جيدة مع كل دول المنطقة. وشاهدنا أيضا تصريحات من الجانب الإيراني أكثر من مرة بالرغبة في التقارب مع الجانب المصري وغيره من التصريحات المهمة، وبالتالي أرى أن إيران في الفترة القادمة ستسير على نفس هذه السياسة، بل لا أبالغ أن إيران من الممكن أن تتقارب أكثر مع الكثير من الدول العربية، لأن إسرائيل لديها مصلحة حقيقية في عدم الوصول إلى تفاهمات بين الدول العربية وإيران، لأن ذلك يخدم مصالحها باعتبار أن إيران هو العدو الأول لإسرائيل، وهناك الكثير من التشاحنات والكثير من المواقف التي برزت في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى وجود، كنا دائما وأبدا نرى أن هناك مواجهة غير مباشرة عن طريق أذرع إيران في المنطقة باتجاه إسرائيل، ولكن لأول مرة نرى أن هناك تصعيد مباشر بين الجانبين، حتى وإن كان يعني تصعيد محسوب وبإدارة أمريكية، ولكن هذا ينقل الأمور بشكل كبير إلى منحى أكثر خطورة. وفي ظني وتقديري أن إيران لديها رغبة حقيقية في الاندماج والعودة إلى العلاقات الشرق أوسطية العربية بشكل أعمق وبشكل متناني، في ظل أن العقوبات الغربية وبالأخص الأمريكية كانت سببا رئيسي لإضعاف الاقتصاد الإيراني، وهو ما جعل إيران تبحث دائما وأبدا عن بدائل أخرى كروسيا والصين، وأيضا التعاون بشكل كبير ومثمر مع الكثير من الدول العربية. هل هذا يعني دكتور حامد بأن من الممكن أن نشهد تغيير في العلاقات العربية الإيرانية، وأم أنها يعني ستبقى على حد التوازن ربما؟ في ظني وتقديري أن هناك رغبات إيرانية متزايدة وبشكل كبير وبشكل مضطرد في إقامة علاقات أكثر انسجاما وأكثر قوة مع الدول العربية. يعني إيران ما بين الآن مفترق طرق بين التقارب العربي الكبير وبين سعيها ونهجها وحادي الجانب في تقويض الأمن القومي العربي، وبالتالي لابد أن تدرك إيران أن الفرصة الآن أكثر تهيؤ لكيفية إيجاد تفاهمات حقيقية مع الدول العربية ومع الدول الشرق أوسطية، خاصة أن إيران دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، وبالتالي أرى أن التقارب العربي الإيراني إذا كانت هناك نوايا خالصة وإرادة سياسية مشتركة تكون هذه النوايا دافعة لتعظيم العمل الإيراني الشرق أوسطي العربي في الفترة القادمة، خاصة أن هناك الكثير من التشابكات والتعقيدات في المشهد في المنطقة، وتصعيد خطير من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الأراضي الفلسطينية وباتجاه قطاع غزة، وهذا أيضا سيؤدي قولا واحدا إلى الاتفاق بشكل واضح العربي الإيراني بشكل كبير فيما يخص السياسات الخاطئة والسياسات أحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. نعم، يعني دكتور إذن في يعني سياق كل هذا التحليل ربما أبرز النقاط أو ما يعني يتم السؤال حوله الآن هو ما يحدث في قطاع غزة، ربط هذه الحادثة من سيأتي لاحقا بما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، هل أيضا من الممكن أن نشهد تغيير في هذا الملف خلال الفترة المقبلة على الأقل؟
يعني سيستمر تواجد إيران في المنطقة، والسبب الرئيسي في ذلك هو التصرفات والتحركات أحادية الجانب واستمرار الصراع في المنطقة هو بيد الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل هي من تريد استمرار هذه الحرب، وبالتالي هذا سيؤدي إلى خلط الأوراق في المنطقة، ومن الممكن أن يدفع في اتجاه حرب شاملة فتأكل الأخضر واليابس. وفي ظني وتقديري أن التحركات الإيرانية ستكون داعمة للمقاومة، لأن إيران لديها مصلحة في التواجد في هذه المنطقة من خلال المقاومة الفلسطينية، وهذا سيسبب ألما كبيرا للجانب الإسرائيلي وسيهدد المصالح الإسرائيلية وسيدفع في اتجاه تعزيز أوجه المقاومة وأزرع المقاومة، وده اللي شاهدناه في الفترة الأخيرة في الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل. نعم. وأيضا في باب المندب، كلها من المعطيات التي ستؤثر قولا واحدا على الأمن القومي العربي. والحل الأمثل في هذه المعادلة ونزع فتيل الأزمة من الأساس، وأن تتوقف إسرائيل عن استمرار عدوانها على قطاع غزة. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. وكان الرئيس الإيراني الراحل يستقل طائرة مروحية من طراز بيل 212، هذه الطائرة من إنتاج الولايات المتحدة، وقامت إيران بوضعها ضمن برنامج عسكري للجيش الإيراني لتطويرها واستخدامها ضمن سلاح الجو الإيراني. وعقب الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيس، أكدت الحكومة الإيرانية أن إدارة البلاد ستستمر من دون مشكلة. وشددت الحكومة في بيان لها أن وفاة رئيسي لن تسبب أي اضطراب في عملها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تسنيم الرسمية. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي للمواطنين أكد أنه لن يحدث أي انقطاع أو اضطراب في شؤون حكم الدولة بعد الحادث. ومن المقرر وفق الدستور الإيراني أن يتولى نائب الرئيس محمد مخبر مهام قيادة البلاد، وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما.
وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. أهلا بك دكتور أشرف. إذن يعني الآن الحديث ربما بشكل كبير يدور حول ما الآتي. عمليا في هذه الأثناء هناك إعلان عن أن يعني الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا بحضور النائب الأول للرئيس الراحل ورئيس البرلمان أو رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، حيث سوف يتم تناول عدد من النقاط الهامة لترتيب الأوضاع بشكل عاجل. ما أهم النقاط التي من الممكن أن يتناولها هذا الاجتماع؟ طبعا الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد أعتقد كثير من الحقائق قد ظهرت الآن في إيران، وأصبحت الانعكاسات والمخاوف التي كان البعض يخشاها خلال الساعات الماضية، هناك عمل تخريب وراء ما حدث للرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والسبع المرافقين، أعتقد أنها قد هدت وتراجعت كثيرا بضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية بأن بأن ما حدث كان نتيجة تحطم الطائرة نظرا للظروف الجوية السيئة وأيضا وجود كميات كثيفة من الضباب، وبالتالي استبعد أي عمل تخريبي في هذا الأمر، فبالتالي أدى أن يكون هناك بالفعل ارتياح نسبي في الشارع الإيراني، بالإضافة لأن هناك لدى القيادة الإيرانية كثير من التحضيرات منذ تم الإعلان عن فقدان الطائرة لدى 16 ساعة كانت كافية للمرشد العام والحكومة والأركان النظام أن يعيدوا بالفعل بحث ترتيبات الخطوة التالية واليوم التالي، وأعتقد أنه بعد 16 ساعة تم التوصل لكثير من الصياغات التي سوف من شأنها أن تؤدي لتخفيف تأثير وانعكاسات هذا الحادث الأليم على الداخل الإيراني فيما يتعلق بمقام السلطة في رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة، وأيضا تأثير عمل الحكومة في المرحلة القادمة، خاصة أن هناك بالفعل طبقا للدستور الإيراني من مادة 131 سيعطى الرئيس النائب الأول محمد مخبر يتولى المسؤولية لمدة 50 يوما، وبعدها سيكون هناك بالفعل تحضيرات في فترة الأيام، وأعتقد أن مصلحة الدستور في إيران يكون لديها الفرصة من الآن وحتى 50 يوما وضع كافة التحديات الخاصة باختيار وتعيين الرئيس الإيراني في المرحلة القادمة، وإن كان هذا الأمر هو مجرد تحصيل حاصل، لأن من سيعين الرئيس وسيختار رئيس للترشح هو المرشد العام سيد علي خامنئي الذي كان يعرف القائد الرئيسي خليفته المنتقب، خاصة أنه كان قريب الصلة به وأعتقد أقرب الشخصيات أو الرؤساء الذين تولوا منذ وفاة الإمام الخميني السلطة والرئاسة في إيران، أقرب إلى قلبه وعقل المرشد العام علي خامنئي، وبالتالي ولاية الفقيه هي من سيكون لديها ترتيبات الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ودفع الترشح للانتخابات الرئاسية بعد 50 يوما، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد حتى هذه اللحظة أن هناك شخصان لا ثالث لهما سيكون اختيار المرشد أحدهما، إما أن يكون رئيس البرلمان الحالي أو علي الأرجاني كان رئيس البرلمان السابق وهو كان مسؤول عن البرنامج النووي الإيراني ويحظى بكثير من العطافة باتجاه عقل المرشد العام علي خامنئي، وبالتالي هذان الشخصيان أبرز الوجوه التي سوف تترشح بعد 50 يوما بقرار من المرشد أو نظام ولاية الفقيه خوض الانتخابات القادمة، بالإضافة لأن وزير خارجية الإيراني الذي توفى حسين أمير عبد اللهيان أعتقد سيكون خليفته مسؤول برنامج النووي الإيراني، لأنه أيضا كان أقرب إلى فكر ونهج أمير حسين عبد اللهيان فيما يتعلق بالانفتاح على دول الإقليم خلال العامين الماضيين، ما حدث في السعودية وما حدث مع العلاقات مع الإمارات، وما يرتقب أن يكون هناك علاقات مع كافة دول الإقليم في هذه المرحلة، خاصة أن هناك هندسة لكثير من السياسة الخارجية الإيرانية في العامين الماضيين بعد الاتفاق السعودي الإيراني في غطاء صيني لعبت دورة كبيرة في تغيير البوصلة الإيرانية نحو نهج معتدل إلى حد ما تجاه دول الثوار العربي والإقليم الشرق أوسطي، وبالتالي سيكون هناك بالفعل خلال 50 يوما تسيير أمور البلاد بنفس الصيغة بنفس الآلية التي اعتمدها إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته الدين أمين عبد السلام فيما يتعلق بالتهدئة مع دول الشرق الأوسط، وايضا الانفتاح على دول الكتله الشرقيه، بالاضافه الى تهدئه مع الجانب الامريكي حتى مرور انتخابات الامريكيه في المرحله القادمه التي تعلمنا تماما انه كان هناك فعل مفاوضات مباشره غير مباشره خلال الاشهر الماضيه قبل العمليه الايرانيه في اتجاه اسرائيل وحتى بعد العمليه الاسرائيليه في اتجاه طهران، حتى في الاسبوع الماضي كانت هناك مفاوضات في مسقط برعايه عمانيه. واعتقد ان الجانبين الامريكي والايراني الان في حاله من الهدوء النسبي ولديهم مفاوضات مباشره وغير مباشره، واعتقد العلاقات لحد ما مع الجانب الامريكي ومع الاتحاد الاوروبي فيها كثير من الهدوء النسبي
الذي يشير إلى أن هناك رغبة من كلا الجانبين بعدم التصعيد والاتفاق بما حرص في السنوات الماضية لإمكانية البحث في موثوق علاقات جديدة من خلال إعادة تفعيل اتفاق البرنامج النووي الإيراني 5+1 الذي قام الرئيس ترامب بإلغائه، خاصة أن بايدن كانت لديها رغبة بعودة الحوارات بشأن هذا البرنامج والتوصل إلى الاتفاق، وأعتقد الجانب الإيراني سيحافظ على مكمل تلك العلاقات في المرحلة القادمة. تبقى علاقات إيران بالشرق الأوسط ستكون علاقات متوازنة، سيستمر نفس الدهك الإيراني بسبب المرشد العام للحكومة الجديدة التي ستستمر 50 يوما باعتماد نفس نهج إبراهيم رئيس وزير خارجيته حسين أمين عبد الدهيان، حتى يكون هناك فعل محاط حزبي في إيران، وبعدها سيكون هناك فعل البحث عن خليفة للمرشد العام ثم إبراهيم ثم شخصية بديلة إبراهيم رئيس. وكنت أرى أن رئيس البرلمان أو علي الإنتاج هم أقرب شخصيتان لتولي منصب رئيس إيران في المرحلة القادمة، باعتبار أن هذا الأمر يخضع لاختيار وتوجيه وغطاء من قبل المرشد علي خليفة. يعني أستاذ أشرف، أنت يعني تميل إذن إلى الاعتقاد بأن الفترة المقبلة سوف تكون فيها تداول سلس للسلطة، وبأن الأمور سوف تكون هادئة، لن يكون هناك أي مفاجآت. ولكن ماذا إذا يعني حدث عكس ذلك؟ ماذا لو إسرائيل مثلا حاولت أن تستغل هذه الفترة في إحداث أي تصعيد في إحدى المناطق المتعلقة بالمصالح الإيرانية في المنطقة؟ هل سوف يعني تحافظ إيران في هذه الفترة على هدوئها؟ أعتقد كلا الجانبين الإسرائيلي والإيراني بعد العملية الأخيرة في الشهر الماضي وتبادل القصف المشترك بين الجانبين عملية محسوبة، وأيضا باشتكاكات أمريكية بالضغط على كلا الجانبين على تصعيد التسليم حتى لأزمة حرب متسعة، تم التوافق على ان يكون هناك هدوء مفتوح بين الجانبين الاسرائيلي والايراني بغطاء امريكي وبوساطه امريكيه سواء عبر المقابلات المباشره او غير المباشره بين الجانبين الامريكي والايراني. بالتالي استبعد ان يكون هناك بالفعل رغبه اسرائيليه في امكانيه التصعيد مع ايران في هذه الظروف، لان المجتمع الدولي الان يسعى لان تتخذ فعلا ذروه ترقب بنهج المعتاد لايران في المرحله القادمه، املا ان يكون هناك بالفعل اعطاء مساحه زمنيه للمقابلات بين ايران ليستعدل الداخل الإيراني بعد وفاة الرئيس ووزير خارجيته وسبعة من المرافقين في محاولة الاطلاع اكتشاف أفق العلاقات مع إيران سواء للجانب الأمريكي أو حتى في الحاضرة القادمة. وبالتالي لن يكون التصعيد لا إسرائيلي ولا إيراني، إلى الجانبين اكتفى بالضربات البحث التي جرت في الشهر الماضي واتفق بشكل غير أستاذ أشرف، هل تسمعني؟ يبدو بأننا فقدنا الاتصال، ولكن سوف نعود لمحاولة الاتصال مع الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. وشهدت إيران خلال السنوات الماضية العديد من حوادث الطيران التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص، وتنوعت هذه الحوادث ما بين طائرات ركاب مدنية وأيضا طائرات عسكرية.
ونعود لضيفي معنا على الهاتف من القاهرة الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. يعني أستاذ أشرف، أنت تحدثت عن ثبات بشكل عام فيما يتعلق بالسياسات الخارجية لإيران حتى خلال هذه المرحلة الانتقالية وحتى ما بعد حدوث الانتخابات. ماذا عن السياسة الداخلية؟ هل قد تشهد ذات الهدوء الذي تتوقعه؟ أعتقد أن هذه مهمة. سعى المرشد العام منذ الساعات الأولى لإرسال رسالة طمأنينة للجانب الداخلي الإيراني. تعلمنا تماما أنه بعد ساعتين من اختطاف الرئيسي ظهر المرشد العام في لقائه مع كثير من بعض الفعاليات النسائية داخل طهران وأبلغهم أن هناك ضغط في استمرار الحفاظ على الهدوء وأن الأمور تشديد كثير داخل إيراني بلا مشاكل وأن هناك فعل كثير من الاتجاهات تم وضعها والتواصل فيها. وأعتقد أنه مع طول كما قلت طول فترة البحث عن الإنسان أو طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي وأيضا مرافقيه كان هناك 16 ساعة كانت كافية أمام فعاليات النظام سواء في الحرس الدوري أو في داخل أروقة الحكومة أو حتى فيما يتعلق بالمرشد العام ومصلحة تشخيص النظام لوضع برامج وأيضا آليات لإمكانية تسجيل فيروره ذاتي كثير من السوء بعيدا عن التصعيد في هذه المرحلة الدقيقة ووضع كثير من التدابير للحفاظ على المكتسبات التي حققها الجانب الإيراني خلال الأشهر والأسابيع والسنوات الماضية مع تولي الطيب رئيسي الذي لعب دورا كبيرا في الداخل. بالتالي هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على الداخل الإيراني ترقبا لاختيار المرشد لشخص رئيس الجمهورية الذي سوف يؤذن له بالترشح الانتخابات القادمة بعد 50 يوما، وبالتالي الشعب الإيراني يكون في حالة من الترقب. ربما يظهر بعض المناكفات بين المحافظين في إيران الجديدين وبين التيار الإصلاحي الذين سوف يكون لديهم رسائل ويرسلون رسائل حتى الذين فرض عليهم الإقامة الجدية كالروبي وأيضا خاتمي وغير محمد خاتمي يكون لديهم بعض الرسائل محاولة الامتداد لديهم درجة كبيرة من الحضور في المشهد الإيراني إذا حدث انتخابات يكون لديهم مرشح. هذا وارد بقوة خاصة التيار الإصلاحي اعتكف ورفض خوض الانتخابات الأخيرة البرلمانية لأنه كان يرى أن هناك بالفعل تكتل قبل المتشددين، لكنه راغب هذا التيار الإصلاحي أن يشارك في صياغة القرار السياسي في المرحلة القادمة إذا كان هناك بالفعل لديه مرشح قوي يستطيع أن يلعب دورة كبيرة في تغيير المعادلة نحو إحداث نوع من التراجع لهذا التيار الإصلاحي الذي بني بين السنوات الماضية. وبالتالي الداخل الإيراني سيكون على حالة من الهدوء. أما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية ستسير في الشرق الأوسط بوتيرة هادئة. المرشد يبحث عن رئيس جمهورية جديد، وزير خارجية يتمتع بنفس صلاحيات الأمير عبد الدهيان ليفتح صفحة جديدة مع الشرق هو الشرق الأوسط والبلاد العربي، وبالإضافة لأنه سيكون لزاما عليه أن يبحث عن شخصية المرشد الجديد، وأيضا بعد أن كان رئيس أقرب إلى قلب عقل علي خامنئي. مهمات عويصة وكبيرة الداخل الإيراني تحتاج إلى أجل فترة طويلة وسنوات حتى يتمكن على ترتيب الداخل الإيراني بشكل كامل في المرحلة القادمة. نعم، يعني ربما نحن تحدثنا أستاذ أشرف عن العلاقات الإيرانية، تعامل إيران مع الملفات وهل سيكون هناك تغييرات. دعنا يعني نشير بالحديث حول ردود الفعل حول وفاة الرئيس الإيراني رئيسي ومن معه. يعني عمليا هناك تعازي من قبل غالبية الدول، هناك تعاطف على ما يبدو. آخر ما تم الحديث عنه وإعلانه هو يعني إعراب بوتين الرئيس الروسي عن تعازيه، بالإضافة إلى الرئيس الصيني. تركيا تتحدث عن أنها سوف تقف إلى جانب إيران كما فعلت دوما. كيف نقرأ هذه المواقف؟ أنا أعتقد أن كل دول المجتمع الدولي باستثناء دولتان الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي أن يقدموا أي نوع من التعزية أو يوفروا أي جزء من إمكانية على الأقل أفق لامتداد علاقات بين البلدين والجانب الإيراني خاصة العلاقات مع إيران وهذين البلدين أمريكا وإسرائيل متتعزعة ومتقطرة متراجعة فيها كثير من الخلل على مدار أكثر من 45 عاما من الثورة في إيران عام 1979. وبالتالي كل دول المجتمع الشرق الأوسط دول المجتمع الدولي في غالبيتها حتى الدول الأوروبية التي كانت علاقاتها متشابكة ومتزعزعة مع إيران سيكون لديها رغبة في إمكانية إرسال التعازي وإمكانية إرسال رسائل حتى تلتقطها الدول الإيرانية المسؤولة في المرشد بإمكانية أن يكون هناك هدوء مع هذه الدول في المرحلة القادمة. الدول الأكثر ربما تكون زعاجة من وفاة الرئيس
إبراهيم رئيسي دول الكتلة الشرقية، الصين، روسيا، فنزويلا، مجموعة هذه الدول كانت تربطها بإيران علاقات قوية ومصالح، حتى أنهم وقعوا اتفاقيات على سبيل المثال استراتيجية بين الصين وإيران 25 مليار دولار على مدار 10 سنوات. روسيا أيضا كانت شريك رئيسي واستراتيجي سياسيا وعسكريا واستراتيجيا في تقديم الشرق الأوسط بين روسيا وبين إيران، وبالتالي كثير من الدول حتى الدول العربية في الآونة الأخيرة شارت علاقتها مع إيران، كثير من الانفتاح، كثير من الجدية، كثير من التعاطي نحو امكانيات التغلب على كثير من المصاعب والعقبات التي كانت قائمه في السنوات الماضيه. وجدنا انفتاح ايراني على السعوديه، على الاردن، على الاردن الى حد ما، على الامارات بشكل كامل، وحتى الايرانيين مع البحرينيين رغم كثير من المناكسات والمناقصات كانت العلاقات شارت نسبي الى حد ما. وكان حسين امير عبد العيال الاسبوع الماضي قال ان ايران راغبه في وضع استراتيجيه واليه جديده للانفتاح على كل دول بما فيها مصر في المقام الاول بعد كونها دوله كبرى وكباريه، وكان يرغب ان يكون هناك علاقات كبيره مع كل دول العالم العربي والشرق الاوسط. وبالتالي نفس النهج سيستمر، لان كان هذا الامر يتم باوامر وبسياسه وايضا باعطاء كثير من التعليمات للمرشد العام علي خامنئي، الذي كان يرى ان لابد من عوده ايران للشرق الاوسط كثير من التداعيات الايجابيه بعيدا عن التصعيد، لانه وجد ان هناك تغير جوهري في العالم وفي الشرق الاوسط. بالتالي ايران الان في حاجه لإمكانيات ان يكون لديها حوار مع كافه دول العالم باستثناء اسرائيل وامريكا، هذا الامر مؤجل مرحله لعده سنوات لم يكن وضع على الاقل خريطه الطريق لانقاذ الاوضاع فيما يتعلق بالتعارف الاسرائيلي. بالتالي هذا الامر سيكون مؤجل، الانفتاح الايراني بعيد الامد، لكن في المقابل اشهد حركه متعدده بالسرعات باتجاه علاقات ايرانيه عربيه شرق اوسط. اذا يعني الان ربما استاذ اشرف في خبر عاجل، المرشد الايراني ينعي وفاه الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجيه عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحيه. هذا هو الخبر العاجل الان، المرشد الايراني ينعي وفاه الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية. إذن يعني أستاذ أشرف، نعم تفضل. هذا وضع كارثي بالفعل، لأن هناك كارثة في إيران. هذا البعض ربما يكون خلف الأوراق، غير كثير من المعادلات التي كانت تم الاتفاق عليها في الأشهر الماضية. استعداد إبراهيم رئيسي في لحظة تقديمه كمرشد عام إيران خلف علي خامنئي، خاصة أن الرجل في فترة على الأقل في العامين الماضيين وجدنا بعض التعب الصحية، وهناك كثير من التقارير الصحفية حتى الأوروبية والأجنبية أشارت إلى أن هناك بداية استعجال لتنصيب السيد إبراهيم رئيسي مرشدا عاما قبل نهاية هذا العام. وتوقع هذه التقارير حتى صدرة من إيران عبر وسائل الإعلام الدولية، كانت هناك توحي بأن هناك سمة تغير في إيران للبحث عن رئيس جديد اختيار علي خامنئي، اختيار إبراهيم رئيسي مكانا من علي خامنئي. وبالتالي ما حدث خلط الاوراق في ايران على الاقل لفتره زمنيه تصار بحث نهايه هذا العام حتى تتمكن انتخابات رئاسيه، ثم البحث في خليفه المرشد العام. وهذا الامر كما قلت يحتاج الى ان يكون هناك اعاده تدوير الزوايا في ايران، البحث عن اشخاص يتم التوافق عليهم من قبل المرشد العام، بالاضافه لان يجب ان يكون هناك فضل للاشتباك بين المحافظين والاصلاحيين في هذه المرحله لاختيار خليفه ابراهيم رئيسي، املا بان يكون هناك بالفعل احداث نوع من النسبي الممتد الى عده اشهر حتى الانتخابات قبل المرشد العام. نعم. هذا الشان. نعم، اود ان اشكرك جزيلا على كل هذه التحليلات. كنت معنا من القاهره الاستاذ اشرف العشري، مدير تحرير جريده الاهرام المصريه. نعت مصر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته إحسان أمير عبد اللهيان ومرافقيهما الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعازي إلى الشعب الإيراني، معربا عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانيين في هذا المصاب الجلل. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة، نلقاكم بعد فاصل قصير. تغطيتنا متواصلة من القاهرة الإخبارية، نتناول فيها أبرز التطورات على الساحات المختلفة.
والآن مع التطورات في قطاع غزة. لو بمفتاح حماس قد تجاوزت 5000 صاروخ وقد These are unconscionable acts. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مولاد صغار وبنات صغار. حماس Gaza is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على مدينتي غزة وخان يونس ومخيمي جباليا والبريج، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا بمحيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين. هذا وقصفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة. ولمتابعة المزيد من التطورات انضم إلينا من معبر رفح رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان أهلا بك، صف لنا الأوضاع حيث أنت، يعني جديد دخول أو عفوا يعني تواجد الشاحنات، شاحنات المساعدات، المعبر والأوضاع الأمنية أيضا. نعم، دائما دعيني أبدأ بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتحديدا هذه الاشتباكات المتصاعدة على مدار الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى. يعني استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والغارات الجوية منطقة حي السلطان تل السلطان غربي مدينة رفح، هذه المنطقة التي تعرضت لعدد كبير من الغارات الجوية والقصف المدفعية على مربعات سكنية وكذلك استهداف منازل المدنيين على مدار الأيام الماضية وحتى الآن. يعني سقط على إثرها عدد من الشهداء والمصابين، تم تحويلهم إلى مستشفى الكويتي برفح، وأيضا وما زال عدد كبير من الشهداء تحت هذه الركام، ولم تستطع الحماية المدنية من الوصول إلى هذه المناطق نظرا لكثافة هذه الغارات المدفعية وكذلك يعني تحجيم قوات الاحتلال عن طريق الآليات العسكرية والدبابات المنتشرة على الأرض من الوصول إلى انتشال بقية الجثامين للشهداء. أيضا المنطقة الأخرى التي تكثف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد غاراتها هي حي السلام والجنينة وكذلك حي البرازيل. هذه المناطق على مدار الأيام الماضية وحتى الآن هناك توغل عسكري لآليات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعدما إضافة أحد الألوية الجديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنضم إلى 3 ألوية المتواجدين في هذه المنطقة في مدينة رفح. أصبح الآن 4 ألوية إسرائيلية متواجدين في منطقة رفح بكافة مناطقها المختلفة سواء في الجهة الشرقية أو الوسط أو الناحية الغربية، خاصة مع إعلان بدء المرحلة الثانية لعملية رفح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. رمضان على إثر ذلك أيضا هناك من حيث أنت، كيف يعني تبدو الأوضاع الأمنية؟ هل هناك، هل تسمعون أصوات انفجارات؟ هل أوضاع المعبر مستقرة إلى حد ما أمنيا؟ هل تشهدون ربما تحركات قريبة من المعبر وما إلى ذلك؟ نعم، على مدار الساعة دام لا يعني يسكت أصوات المدافع والغارات الجوية والتي نشاهدها عن قرب نتيجة القصف وأعمدة الدخان التي تتصاعد على مدار الساعة، ونستطيع تحديد الجهة التي يتم فيها القصف سواء في الناحية الغربية أو الشرقية من معبر رفح، وكذلك أيضا التحركات الآليات العسكرية في محيط معبر رفح التي نستطيع سماع صوت تحركاتها خاصة في ساعات
المساء، وهناك تكون الاشتباكات عنيفة وضارية ما بين الفصائل الفلسطينية التي تستهدف عدد من المرات محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أو سواء داخل استهداف القوات الإسرائيلية التي داخل معبر رفح الفلسطيني. شهدنا عدد من العمليات كان آخرها في المساء، وكان هناك أعمدة كثيرة من الدخان تتصاعد ونرصدها بعيننا جراء هذا الاستهداف الكبير من فصائل المقاومة الفلسطينية التي تستهدف بمختلف أنواع الأسلحة، وخاصة قذائف الهون التي تسقط على آليات الاحتلال المتواجدة سواء داخل المعبر أو خارجه. الناحية الأخرى التي نتمركز فيها الآن هي هادئة تماما ومستقرة إلى حد بعيد، ومعبر البوابة المصرية للمعبر المصري التي من خلفي هي على مدار الساعة لازالت تعمل ولازالت تفتح أبوابها على مدار الساعة، وكل اللوجستيات في المعبر المصري جاهزة ومستعدة على طول الخط، خاصة ده ما يعني مع المطالبات العديدة من مختلف يعني مكاتب الأمم المتحدة، والتي جاء آخر تصريح لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة أن تكون هناك فتح لهذه المعابر على مدار الساعة، خاصة معبري رفح من الجانب الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك معبر كرم أبو سالم، خاصة وأن هناك تصريحات أن هناك 3000 شاحنة متواجدة ولا تستطيع الدخول منذ أن سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. أيضا جاءت التصريحات التي قالت على إثر ذلك وعدم دخول المساعدات الإنسانية أن هناك مجاعة في شمال قطاع غزة تحديدا، وهذه المنطقة التي تتعرض للهجمات الإسرائيلية منذ عدد من الأيام بعد أن عاد الجيش الإسرائيلي لضرب هذه المناطق مرة أخرى، خاصة جباليا وبيت لهيا. وقالت أيضا المنظمات الأممية أن أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تقديم أي مساعدات، وقالت أيضا أن المساعدات التي لدى مكاتب الأمم المتحدة لا أوشكت على النفاذ، والبعض منها نفذ ولا يستطيعون تقديم أي من هذه الخدمات. الوضع كارثي داخل قطاع غزة، خاصة مع أعداد النزوح الكبيرة التي تجاوزت 800 ألف من النازحين الذين نزحوا من شمال غزة إلى جنوبها، ونزحوا مرة أخرى من الجنوب إلى المناطق التي حددها الاحتلال، سواء منطقة المواصي لسكان رفح أو سواء غرب مدينة غزة التي حددها الاحتلال لنزوح أهالي الشمال إلى هذه المناطق. الوضع حتى الآن عادت الاشتباكات منى حتى هذه اللحظة مرة أخرى في محيط معبر رفح، وهذه الاشتباكات والتي نستطيع أن نميز هذا الصوت ما بين الأسلحة التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية وكذلك جيش الاحتلال. إليك منى. ربما وأنت تتحدث بإمكاننا أن نسمع أصوات الانفجارات وإطلاق النيران، وهذه الاشتباكات بطبيعة الحال كما أشرت يعني هي مستمرة من وقت إلى آخر. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من معبر رفح رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة واستهداف الأبرياء من سكانه. غارات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن شهداء ومصابين تم إخراجهم من تحت الأنقاض. تتعدد صور المعاناة في غزة مع كل يوم من أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي لم ينقطع منذ شهور. أصعب مأساة أن ترى أحباءك يقصفون فتهرع لإنقاذهم، تخرج البعض من تحت الأنقاض وتجد آخرين وقد فارقوا الحياة وأنت عاجز عن فعل أي شيء. إياد حرارة أحد سكان غزة الذي قصفت غارة للاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع. إياد استطاع إنقاذ بعض أقاربه وليس جميعهم. فجأة أنا الوحيد اللي صحيت على هذا القصف كله، كون السهران مش نايم. قعدت أطلع في اللي بيصرخوا الأولاد الصغار والبنات والنسوان اللي قدرت أطلعوا طلعتوا، طلعت نص الموجودين تقريبا والنص تنهزم من أنت شايف. 14 واحد. وجوه شاحبة وعيون شاردة
وأرواح هائمة تعيش مسلسل العدوان الإسرائيلي الغاشم، يتلقون الصدمة تلو الأخرى، يألفون الخوف والحزن والصمود رغم الجراح وسفك الاحتلال دماء الأبرياء. أم محمد طه تتحدث عن عائلات بأسرها يستهدفها العدوان الإسرائيلي ويستشهد أفرادها بقذائفه ونيرانه. الكل استشهد هان أبرياء، لا عليهم حاجة ولا إشي، بخبطوا الأبرياء، بخبطوا الناس النايمين، النساء، الأطفال، بخبطوش حدا، يعني هم عن جهية شايفين حالهم، عليش شايفين شعب غلبان، يعني إحنا بننام هنحين مش عارفين إيش بيصير فينا، أولادنا كلياتهم مصابين، أهلي، أنا فقدت أمي، فقدت أولاد أختي اثنين، فقدت بنت أخويا، فقدت بيت أهلي. لا شيء في غزة إلا المعاناة، فأينما تولي وجهك لا ترى إلا الموت والدمار، وأينما تتجه يلاحقك الألم والخوف. وللمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ينضم إلينا من خان يونس مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك. يوسف أهلا بك، بداية دعنا نتحدث عن آخر الأخبار المتعلقة بالاستهدافات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة المختلفة، وعلى ما يبدو بأن المناطق الشمالية كان لها نصيب كبير في هذه الاستهدافات، تفضل. بالفعل منى، يمكن القول أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحديدا منطقة جباليا هي الأكثر سخونة، رغم أيضا العملية البرية التي تشهدها المناطق الشرقية لمدينة رفح، لكن ما يجري في جباليا يميزه عدد الشهداء الكبير جراء بقاء الناس في جباليا ورفضهم النزوح نحو المناطق الغربية، وأصروا على أن المخيم لن يسقط، لذا كانت كثافة النيران أعلى في هذا المخيم، وهو أيضا يتسم بكثافة سكانية عالية. صبيحة هذا اليوم جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على منطقة عزبة عبد ربه، الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين. كما شن الطيران الحربي سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر، هذه الغارات أيضا طالت منطقة الهوجة والفلوجة، بينما تقدمت على الأرض الآليات الإسرائيلية في محيط مستشفى مستشفيي العودة وكمال عدوان، وأخرجت هذه المشافي عن الخدمة جراء وصول آليات الاحتلال إلى هناك وقيامها بعمليات تجريف في المنطقة وإطلاق النار على كل ما يتحرك، إضافة إلى أن المروحيات الإسرائيلية وما تعرف بطائرات كواد كابتر هي الأخرى تمثل خطرا على كل من يتنقل في المنطقة الواصلة إلى مشفى كمال عدوان. في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة أيضا تجدد القصف الإسرائيلي، على الرغم من أن العملية البرية انتهت في منطقة حي الزيتون، لكن الطيران الحربي أغار على منزل لعائلة الدحدوح، ما أدى لارتقاء شهيدتين من العائلة، نقلت جثامينهما إلى مشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة. في المحافظة الوسطى صبيحة اليوم أيضا نقل جثمان لشهيد من منطقة الزهرة الواقعة إلى الشمال من مخيم النصيرات، ووصل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. الآليات الإسرائيلية التي تقدمت في المنطقة الفاصلة ما بين مدينتي خان يونس ودير البلح وقامت صبيحة اليوم بعمليات تجريف وإطلاق نار صوب الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من السياج تراجعت قليلا نحو المناطق الشرقية، ولم نعد نسمع أصوات الانفجارات التي كانت تدوي صباحا. أيضا في المحافظة الوسطى أغار الطيران الحربي على منزلين، أحدهما في منطقة أبراج القسطة الشرق دير البلح، والآخر في بلوك 7 في مخيم لبريج وسط القطاع، وهاتان الغارتان لم تسفر عن وقوع أي من الإصابات أو الشهداء. في مدينة رفح التي تشهد منذ أسبوعين عملية برية في مناطقها الشرقية، تجدد قبل قليل القصف المدفعي الذي كان يستمع إليه الزميل من الجزء المصري من معبر رفح في منطقة حي جنينة وحي البرازيل. هذه
المناطق هي التي تتعرض في هذا التوقيت إلى قصف مدفعي من قبل آليات الاحتلال المتمركزة في منطقة الشوكة، والتي أيضا تمركزت في الأيام الأخيرة شرق حي جنينة في أرض الشاوي في محيط مشفى أبو يوسف النجار. يبدو أن الساعات الأخيرة ومنذ صبيحة الأمس حتى هذه اللحظة هناك محاولة إسرائيلية للوصول إلى بوابة صلاح الدين الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة رفح. حتى هذه اللحظة لم تصل الآليات إلى بوابة صلاح الدين، ولكنها تسيطر سيطرة عسكرية كاملة على هذه المنطقة، ومن يتحرك في محيط بوابة صلاح الدين يجري استهدافه سواء من الطائرات التي تحلق بكثافة في الأجواء أو من خلال قناصة وآليات الاحتلال المتمركزين على بعد مئات الأمتار شرق بوابة صلاح الدين. في مدينة رفح في غضون الساعات 24 الأخيرة أعلنت المصادر الطبية عن ارتقاء 4 من الشهداء، آخرهم كان 3 منهم جراء استهداف شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة رفح، وتحديدا في منطقة تل السلطان، وهي منطقة خارج نطاق ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القتال الخطيرة. نعم يوسف، إذن أنت تتحدث عن يعني اشتباكات ومناطق قتال مختلفة، يبدو بأن يعني أشد هذه المعارك ربما ضراوة ومحاولات التقدم في مناطق جباليا بالإضافة إلى مناطق شرق رفح. على ما يبدو بأن يعني إذا أردنا أن نفصل، مناطق الشمال الآن عمليا معظمها أصبحت مخلاة من السكان بفعل الأوامر الإسرائيلية، مناطق جباليا وشرق جباليا بالإضافة إلى المناطق الغربية الشمالية، منطقة أيضا الشيخ رضوان والصفطاوي قبل قليل تعرضتا لقصف عنيف، وأيضا على ما يبدو بأن هناك محاولات إخلاء. إلى أين يذهب المواطنين يوسف؟ نعم منى، في منطقة شمال القطاع أكثر من مرة حاول الاحتلال الإسرائيلي وعبر مختلف الوسائل أن يجبر الناس نحو النزوح إلى المناطق الغربية من مدينة غزة، لكن المشاهد توثق في منطقة جباليا أن هناك إصرارا على البقاء من قبل اللاجئين الذين مكثوا في هذه المنطقة طيلة فترة الحرب، لكن من أجبر على النزوح خرجوا تحت وطأة النار وإطلاق القذائف المدفعية بشكل عشوائي، أي إضافة إلى أن الآليات الإسرائيلية حاصرت مراكز الإيواء في منطقة جباليا، وحينما وصلت إلى منطقة المدارس في قلب المخيم قامت بنسفها بشكل كامل. إضافة إلى ذلك الاحتلال أجبر النازحين في المدارس القريبة من منطقة الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا على النزوح نحو المناطق الغربية، وأصر الناس على البقاء في أقرب بقعة جغرافية تجاه مخيم جباليا، مكثوا في منطقة الفالوجة وعند الأطراف الشمالية لمنطقة الصفطاوي ومنطقة أبو اسكندر، لكن القصف المدفعي طال منطقة الفالوجة وكذلك الغارات الجوية لينزح الناس نحو عمق منطقة الشيخ رضوان. ما جرى في منطقة أبو اسكندر والشيخ رضوان في صبيحة هذا اليوم هو قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو أهداف محددة. كل ما يجري في المناطق الشمالية لقطاع غزة وحتى في المدينة هو دفع الناس نحو الشريط الساحلي الضيق الذي ينحصر حسب الخارطة الإسرائيلية ما بين شارع الصحابة إلى منطقة شارع الرشيد، وتبدأ من الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ وصولا لمنطقة الميناء، على اعتبار أن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من مدينة غزة حسب التوصيف الإسرائيلي وما يجري في الميدان هي مناطق قتال خطيرة. وهنا أتحدث عن منطقة حيي الصبرة والزيتون وحي الشجاعية الذي يحاول الاحتلال فيه فرض منطقة عازلة، لذلك كل المعطيات الميدانية تشير إلى أن الاحتلال يحاول أن يفرض واقعا أمنيا جديدا عبر الاستهداف المتواصل لكل المناطق الشرقية والشمالية المتاخمة للسياج الشائك، وأيضا المنطقة التي أصبح يعتبرها الاحتلال منطقة شبه حدودية هي المنطقة الجنوبية من مدينة غزة، من أجل فرض واقع أمني يوفر فيه الأمن لمن هم في المنطقة التي تعرف الآن بمحور نتساريم الممتد على طول تقريبا 7 كيلومترات ابتداء من منطقة السياج الشائك في شرق غزة وصولا إلى شارع الرشيد قبالة
ما أضحى يعرف بالرصيف البحري الذي أقامته أو أقامه الجيش الأمريكي. وبطبيعة الحال يعني وفقا لما تصفه يوسف، على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول محاصرة المواطنين في مناطق مدينة غزة والشمال ضمن نطاقات شديدة الضيق على الأقل في هذه الفترة. لننتقل إلى الجنوب مرة أخرى، يعني أين يتركز أيضا المواطنين على اعتبار أن المناطق الشرقية كلها مناطق خطيرة، بالإضافة إلى الآن المناطق الشرقية والجنوبية من رفح خان يونس وجود التواجد بها أيضا خطير، وخصوصا أن يعني هناك أحاديث حول وجود ربما قنابل عنقودية في عدد من المناطق في خان يونس ورفح، بالإضافة إلى أن يعني معظم المناطق بما فيها النصيرات ودير البلح تشهد استهدافات بشكل متتالي ودون انقطاع بشكل عام. بالفعل منى، الواقع الإنساني والأمني معقد هنا في قطاع غزة. الاحتلال الذي طالب بإخلاء مدينة رفح التي تواجد فيها على مدار شهور انقضت أكثر من 1,300,000 فلسطيني، إذا ما قلنا أن أكثر من نصفهم نزحوا، هذا يعني أن المدينة ما زال يتبقى في أطرافها الغربية قرابة 400,000 فلسطيني، سواء من النازحين من محافظتي غزة وشمالها الذين مكثوا لعدم قدرتهم على دفع تكاليف النزوح نحو مناطق أخرى وبقوا في المناطق الغربية في مدينة رفح، وحتى سكان المدينة في حي السعودي وفي منطقة تل السلطان، هؤلاء ما زالوا في مدينة رفح غربا. لكن اليوم يتكدس معظم النازحون في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس وهي الغرب من شارع صلاح الدين، لكن كثيرون عادوا إلى المناطق الشرقية أيضا من خان يونس، وهنا أتحدث عن عبسان وبني سهيلة وغير من المناطق الشرقية التي تتعرض إلى القصف من قبل آليات الاحتلال. وبالأمس أيضا انفجر جسما مشبوها بأحد المواطنين في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. يتكدس النازحون أيضا في مدينة دير البلح، لكن نظرا للجغرافيا الصغيرة التي لا تتسع لمئات آلاف النازحين، اضطر المواطن إلى الذهاب نحو مناطق يعتبرها الاحتلال خارج نطاق ما وصفها بالمنطقة الإنسانية أو المآوي الآمنة، وهي مخيمات المحافظة الوسطى، خاصة مخيمي البريج والنصيرات، إضافة إلى مخيم المغازي. هذه المناطق اليوم أيضا يتواجد فيها عشرات الآلاف الذين نزحوا عند أقاربهم أو عادوا إلى بيوتهم التي دمرت، وهي المناطق التي تعرضت لاجتياحات برية في البريج والمغازي. لكن قلة الجغرافيا أيضا صعوبة البقاء في الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة تدفع الناس أحيانا لرفض كل التوجيهات، لأنهم أيضا لا يؤمنوا بمصداقية الرواية الإسرائيلية، بدلالة أن الإحصاءات تشير إلى أن 40% من شهداء هذه الحرب قتلوا في المناطق التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن أنها مناطق آمنة. لذلك معظم الناس اليوم يتواجدون في المنطقة الغربية لمدينتي رفح وخان يونس، وفي المحافظة الوسطى في دير البلح ومخيمات الوسطى المغازي والبريج والنصيرات. إذن يعني أماكن وجود المواطنين معروفة يوسف، إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب، هل ما زال هناك تدفق للمساعدات؟ وإن كنا نعلم بأنه يعني موضوع المساعدات هو موضوع يعني عليه أيضا عديد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بالكميات التي تدخل، فيما يتعلق أيضا بالآليات أين يتم التوزيع، وعمليا الاستمرارية في إدخال هذه المساعدات. منى، اليوم نتحدث عن أسبوعين على إغلاق معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم، وإن كان الاحتلال الإسرائيلي قد سمح بمرور بضع عشرات من الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص، لكن الأهم بالنسبة للنازحين هو فتح معبر رفح الواصل ما بين قطاع غزة ومصر، لأن معظم المساعدات الإنسانية كانت تعبر عبر الجارة مصر إلى قطاع غزة، وهنا يتم توزيعها على المحافظات. الآن أيضا مع استمرار العمليات البرية في منطقة رفح وفي شمال القطاع، يجعل حتى إيصال المساعدات إلى الناس أكثر تعقيد
أطنان التي وصلت إلى القطاع عبر الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي قبالة محور نتساريم. بالفعل هناك شاحنات وصلت إلى المحافظة الوسطى وتحديدا إلى مخازن في المنطقة الغربية من مدينة دير البلح، لكن المقارنة ما بين الكميات التي سمح بإدخالها وحاجة النازحين الماسة إلى مزيد من المساعدات، هناك فارق كبير بين المقدم والاحتياج. لذلك النازحون ينتظرون قراراً بإعادة فتح المعابر البرية لأنها الأسهل لإدخال هذه المساعدات. نحن نتحدث عن آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع والتي تقف قبالة معبر رفح من الجانب المصري، وأيضاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة فإن الكثير من هذه المساعدات عرضة للتلف. لذلك الواقع الإنساني معقد، واقع النازحين سيء للغاية، والأزمة الأكبر تبقى في توفير كميات من المياه الصالحة للشرب. حينما كان النزوح في مدينة رفح في مناطقها الغربية كانت هناك مشاريع عابرة للحدود، أقيمت عدة محطات لتحلية المياه في الأراضي المصرية وضخت عبر أنابيب كبيرة نحو المناطق الغربية من مدينة رفح، لكن هذه المشاريع لم تصل إلى المنطقة الإنسانية في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. لذلك المعضلة الأساسية في النزوح هذه المرة عدم توفر المياه الصالحة للشرب، في ظل أيضا أن مدينة خان يونس منطقة منكوبة، دمر أكثر من 75 من مساكنها بشكل كلي أو جزئي بليغ، إضافة إلى تجريف كل البنى التحتية في خان يونس، فلا شبكات مياه ولا شبكات صرف صحي تمكن الناس من البقاء في هذه المدينة المدمرة. نعم، أود أن أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من خان يونس مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك. أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال أنهى ما يسمى بالمنطقة الآمنة، حيث لا يوجد أي مكان آمن للنازحين يلجؤون إليه. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن وجود مناطق آمنة في غزة خدعة إسرائيلية. من نزوح إلى نزوح، ولا خيار إلا الموت أو البقاء في انتظار الموت. رحلة نزوح الفلسطينيين داخل قطاع غزة بحثاً عن الأمان، رحلة محفوفة بالخوف والمخاطر بلا هدف، فقط محاولة للهروب من طلقات المدافع والقنابل وصواريخ الاحتلال التي لا تتوانى عن حصد مزيد من أرواح الأبرياء. نادي نادي. واقع الأمر هو أنه لا مكان آمناً في غزة، هذا ما خلص إليه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيليب لازاريني، الذي أكد أن الوضع في القطاع يزداد سوءاً بوتيرة متسارعة، قائلاً بأنه لا توجد أي بقعة آمنة في قطاع غزة، لا شمالاً ولا جنوباً ولا شرقاً ولا غرباً، واصفاً ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود مناطق آمنة بغزة لا تعد كونها أكاذيب خادعة. بس إنه هيك دعاية وإعلام للغرب إنه في أمان في رفح، هي رفح ما فيها أمان بالمرة. 800,000 شخص أو ما يقرب من نصف سكان رفح الفلسطينية باتوا على الطرقات بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في 6 مايو الجاري، وفقاً لتصريحات مفوض الأونروا الذي حذر في الوقت نفسه من أن استمرار إغلاق المعابر البرية ومنع الوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في القطاع. الموقف نفسه أكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتشديده على ضرورة تمكين 100,000 النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم، معتبراً أن الاحتلال أنهى بشكل فعلي ورسمي ما يسمى المنطقة الآمنة، وذلك بعد بدء عملية قصف رفح الفلسطينية وعودة الضربات المكثفة إلى جباليا شمال القطاع.
مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالتوقف عن جريمة التهجير القسري التي ترتكبها ضد سكان غزة على نحو واسع النطاق وبنمط متكرر. تحت حرارة الشمس وبأجساد أنهكها المرض وقلة الغذاء وبأقل القليل من المؤن، يمضي آلاف الفلسطينيين في رحلة يتلمسون عبرها المأوى والأمان الغائب منذ نحو 8 أشهر على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية التي ماتت معها الإنسانية على أرض غزة، إلا من نسمة حياة في الفلسطينيين المتمسكين بالأمل. هذه إبادة جماعية للشعب، عليهم أن وقفوا هذه المهزلة. بعد أكثر من 5 أشهر عاث فيها الاحتلال الإسرائيلي فساداً ودماراً في الأراضي الفلسطينية، عادت مئات الأسر إلى منازلهم المدمرة في خان يونس لينهوا رحلة نزوح قاسية. فعلى الرغم من الدمار الواسع الذي سيطر على مدينة خان يونس، إلا أن أهل الأرض فضلوا العيش على أنقاض منازلهم على البقاء في خيم الإيواء التي أمضوا فيها الشهور الماضية يعانون ندرة المياه والغذاء والدواء. رغم الدمار والمعاناة والركام، اختارت عائلة فلسطينية أن تعود للعيش على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس. فبعد ما يقرب من 5 أشهر من النزوح من خان يونس إلى رفح الفلسطينية، عادت عائلة عمران إلى ما تبقى من منزلها الذي دمر خلال الحرب، وسط الجدران المنهارة والأثاث الغارق تحت أكوام الإسمنت. تقوم سحر عمران وهي أم لأربعة أطفال بطهي الطعام، وتبدو وكأنها لا تبالي بكل الدمار المحيط بها. فعلى الرغم من تحول منزلها إلى أنقاض، إلا أنها تجد الراحة في العودة إلى منزلها في خان يونس، حيث يمنحها ذلك الشعور بالألفة والأمان. جيت على بيت أهلي اللي هو عبارة عن كله ركام ومهدم ومفتح، لكن أنا نفسيتي ارتاحت وأنا قاعدة في بيتي. سحر عمران كانت تقيم مع 27 آخرين من أفراد الأسرة في خيام في رفح الفلسطينية، إلا أنهم اضطروا إلى المغادرة مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في المدينة الجنوبية، ما دفعهم إلى العودة لدارهم في خان يونس ونصب خيام في مكان منزلهم لتوفير بعض المأوى والتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة. والله بعد معاناة طويلة عشناها في رفح، ذل وبعد، إلنا ما يقارب 5 شهور معاناة، ألا بعد عن البيت، الزوج أصلاً مش موجود عنا، عانينا كتير. وبرغم اللي صار والمعاناة بس رجعنا، وبرغم الدمار حسينا بالأمان في بيتنا، وحنرجع وحنعمر وحنعيش إن شاء الله، نتمنى إننا نعيش بأمان وبسلام. لم يعد أطفال سحر قادرين على اللعب مثل باقي الأطفال، فبدلا من ذلك يتعين عليهم جمع الطعام والإمدادات للأسرة. عندي 4 ما بيعيشوش حقهم كأطفال، ما بيعرفوا إلا نقل المية، ما بيعرفوا إلا المسؤولية، ما بيعرفوا إلا يلموا الخشب، خلاص نسيوا إشي اسمه طفولة، نفسهم يلعب. والله بنتي الصغيرة بتحكي لي يوم نفسي ألعب، نفسي أروح على الملاهي، نفسي أتفسح. نتمنى إنها تنتهي هذه المعاناة اللي فعلا هي معاناة صعبة، الشعب كله عانى فعليا، إنها معاناة عمرنا ما عشنا هذه المعاناة، أيام صعبة، كل الشعب فعلا تبهدل. وسط الركام الواسع وتحت الغارات المستمرة، تحاول سحر وأسرتها خلق حياة يومية من لا حياة، والاحتماء بما تبقى من جدران منزلها رافعة شعار الصمود: نعيش بكرامة أو نموت. تتزايد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية يوما بعد يوم مع استمرار الحرب على قطاع غزة،
وهدد بني غانتس بالانسحاب من الحكومة والتوجه لإجراء انتخابات جديدة في حالة عدم وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استراتيجية شاملة للحرب، وأمهله حتى 8 يونيو المقبل. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة مارينا المصري. أهلا بكم. فجر إنذار عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس بالانسحاب من ائتلاف الحاكم ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية، بينما تفصل أيام معدودة بين بقاء غانتس بحكومة الحرب وبين تنفيذ التهديد الذي أطلقه. حددت وسائل أعلام إسرائيلية 5 سيناريوهات بشأن مستقبل الحكومة. السيناريو الأول هو اضطرار نتنياهو إلى تغيير النهج المتبع حتى الآن والاستجابة لشروط غانتس، وبناء عليه سيبقى الأخير ضمن الحكومة ولن يستقيل منها، ومن ثم من المتوقع أن ينجو نتنياهو من السقوط في هذه المرحلة على الأقل حتى موعد الانتخابات المقبلة. السيناريو الثاني بحسب وسائل أعلام إسرائيلية هو حدوث تطور ما في الحرب على غزة يدفع غانتس للبقاء في الحكومة حتى بعد التاريخ الذي حدده، أي 8 يونيو، مثل حدوث تقدم في المفاوضات الخاصة بالمحتجزين أو وقوع حدث كبير يغير دفة الأمور. إلى السيناريو الثالث يتضمن استقالة غانتس في الموعد الذي حدده أو بعده بقليل لعدم إذعان نتنياهو لشروطه، وفي هذا السيناريو يمكن أن تبقى الحكومة مستقرة حتى مع انسحاب غانتس ونواب الكتلة التي يترأسها، حيث يضم الائتلاف اليميني الحريدي بوجه عام 64 نائبا بالكنيسة من أصل 120. السيناريو الرابع يمكن أن يستقيل غانتس فيما يفشل ائتلاف 64 نائب من النجاة من الأزمة، حيث تتوقع وسائل أعلام إسرائيلية أن تؤدي أزمة قانون التجنيد تحديداً والذي سيلزم أبناء تيار الحريديم بالالتحاق بالجيش إلى سقوط الحكومة. في هذا السيناريو سيواجه نتنياهو أزمة الضغوط الأمريكية وسيطرة الوزيرين إتمار بنغفير وسموتريتش على مجريات الأمور، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى فشل نتنياهو في البقاء. أما خامس سيناريو يرجح أن تؤجج استقالة غانتس الاحتجاجات الشعبية الداعية لتبكير الانتخابات العامة، ومن ثم يتوقع أن تتفكك حكومة نتنياهو ويحل الكنيست بفعل الضغوط الكبيرة التي سيشكلها النواب والوزراء وكذا موجة الاحتجاجات الشعبية. كان هذا مشاهدينا عرضا لأبرز السيناريوهات لمستقبل الحكومة الإسرائيلية التي تتصاعد الانقسامات والخلافات داخلها ككرة ثلج تكاد تعصف بالحكومة الإسرائيلية. وإلى تطورات تحطم طائرة الرئيس الإيراني. سليماني أكدت الحكومة الإيرانية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما ومرافقين لهما. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس، وأشار إلى أنه بعد العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها 9 مسؤولين من ضمنهم رئيس البلاد لا يوجد أي أثر يدل على أن ركابها على قيد الحياة. هو الرئيس 8 لإيران، اعتلى المنصب بعد أن خاض مشواراً طويلاً وشغل عدة مواقع في السلك السياسي والقضائي. ولد إبراهيم رئيسي في ديسمبر عام 1960 في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، وتوفي والده عندما كان في سن 5، وتكفله برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه حتى حصل على درجة الدكتوراه، وأصبح أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي،
عين رئيسي نائبا عاما لمدينة كرج غربية طهران في عام 1980، ثم أصبح المدعي العام فيها بالعام ذاته، وكانت قفزته الكبرى بعد 5 سنوات حين تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، ليتم تكليفه بالبت في المشاكل القضائية في ليرستان وكرمنشاه وسمنان، بالإضافة إلى العديد من الملفات القضائية. وبعد أن نال مزيداً من ثقة المحافظين، عين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بين عامي 1989 و1994، ثم أسندت إليه مهمة رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران حتى 2004، ليشغل بعدها منصب المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، ثم يعين مدعياً عاماً بإيران عام 2014. تولى رئيسي زمام إدارة البلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2021، وبرز اسمه عندما بدأ مهام منصبه في 3 أغسطس من ذلك العام كسياسي إيراني ينتمي إلى تيار المحافظين، فعمل على إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والغرب، وحاول إظهار المرونة في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وسمح للخبراء بزيارة إيران ومنشآتها النووية مرات عدة. وعندما أثارت الحرب على غزة التوتر الإقليمي، شنت القوات الإيرانية في عهد رئيسي هجمات غير مسبوقة بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، رداً على قصف قنصليتها في دمشق. وللمزيد من التحليل معنا من العاصمة المصرية القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور بشير. دعنا نبدأ من حيث يعني نقرأ هذا الخبر، حيث ينقل عن وكالة إرنا الإيرانية بأنه سوف يتم عرض جثامين الرئيس الراحل ومن معه على الطب الشرعي. هل هذه ضمن بروتوكولات التعامل في هذه الحالات دكتور بشير، أم أن هناك أو قد يكون هناك أسباب خاصة لهذا الأمر؟ ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، من المفترض أنه في مثل هذه الأحداث تعرض جثامين الضحايا من أجل استصدار تقرير طبي لتحديد سبب الوفاة. إلى جانب ذلك، هناك جدل داخل إيران وخارجها عن وجود شبهة جنائية في الحادث، لا سيما وأن الموكب كان مكونا من 3 مروحيات، 2 منها وصلتا إلى غايتهما، بينما مروحية الرئيس هي التي سقطت وأودت بحياة من كان على متنها من طاقم و4 مسؤولين كبار على رأسهم رئيس الدولة ووزير خارجيته ومحافظ ولاية أذربيجان. نعم. ومستشار للمرشد. لذلك تريد السلطات الإيرانية أن تقطع الشك باليقين وتثبت للعالمين بأن الوفاة جاءت نتيجة للحادث ولم يكن هناك استهداف أو أمر مدبر أو أشياء من هذا القبيل. نعم. ومن هنا جاء الإعلان بهذه الطريقة عن عرض الجثامين على الطب الشرعي. وعلى ما يبدو يعني دكتور بأن الآن هناك محاولات لإدارة هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع، يعني تم تعيين محمد مخبر ك يعني خليفة للرئيس الراحل رئيسي بشكل مؤقت بطبيعة الحال حتى يعني إجراء الانتخابات بعد 50 يوم. أيضا تم تعيين علي باقري خلفا لعبد اللهيان، وبطبيعة الحال أيضا الآن يتم الحديث عن إجراءات داخلية للملمة ربما الأوضاع الداخلية في إيران. يعني هل ترى بأنه يعني هناك حاجة سريعة لترتيب هذا البيت الداخلي بحيث لا يسمح لأي طرف بالتدخل وإحداث أي ربما بلبلة في هذه الأوقات؟
بالفعل المرشد الأعلى لا يريد فراغا دستوريا يثير قلق الشارع الإيراني، القلق أصلا بسبب الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية مع إسرائيل، فضلا عن وجود حالة من الغضب الشعبي في الداخل الإيراني لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية. لذلك هو لا يريد أن يعني تتسع الاحتجاجات وتزداد الأمور ارتباكا واضطرابا، ومن ثم أسرع بملء الفراغ السياسي الناجم عن هذا الحادث. وبالرغم من ذلك يعني أتصور أن الداخل الإيراني لن يهدأ، لأن مسلسل الاضطرابات في إيران متواصل ولم يتوقف لجهة الاختراقات الإسرائيلية. نعم. وجود بعض الخلايا والجماعات المتطرفة في الداخل تقوم بعمليات، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني. يعني بالأمس الريال الإيراني فقد 5% من قيمته أمام الدولار، والاقتصاد الإيراني بدأ يئن من وطأة هذا الحادث وتداعياته. نعم، يعني وربما أيضا في سياق تفاصيل هذه المحاولات لترتيب البيت الداخلي، أنباء تتحدث عن تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية، على ما يبدو بأنها ربما لجان مستحدثة للتعامل مع المستجدات. دكتور بشير، يعني إلى ماذا يعني يشير هذا القرار؟ هذا القرار أيضا هو يحاول أن يبعث برسائل طمأنة للداخل الإيراني بأن السلطات لن تسمح بحدوث اضطراب أو ارتباك أو تعطيل في دولاب العمل داخل إيران جراء هذا الحادث المأساوي، وأن الدولة حريصة على احتواء التداعيات حتى لا تتفاقم الأوضاع داخل إيران إلى ما هو أسوأ في ظل العقوبات وتورط إيران في أنشطة خارج البلاد وسوء إدارة الاقتصاد في الداخل. ظني أن كل هذه الأمور تحاول أن تبعث برسائل للداخل والخارج بأن هناك سيطرة على الأوضاع في إيران، وأن عملية الإحلال والاستبدال تتم بأسرع وقت ممكن بموجب الدستور، وأن الحادث لن يؤثر على مسار الأحداث والتفاعلات داخل إيران، وهذا يهدف أيضا إلى منع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحادث، لا سيما وأن الاقتصاد الإيراني أساسا يعاني من مشاكل هيكلية عديدة. نعم، يعني هذه التحركات إذا وافقتني فيها دكتور بشير، يعني هي تحركات سريعة بشكل كبير لمحاولة احتواء أي أزمة من الممكن أن تنتج في هذه الفترة. هل ترى بأنه يعني هو يعني هي خطوات بالاتجاه الصحيح أن يتم احتواء أو يعني السيطرة على أي أزمة من الممكن أن تنتج قبل أن تنتج في الداخل الإيراني، قبل الانتقال إلى مرحلة الاستقرار على مستوى الإقليمي والدولي أيضا، لأننا نعلم بأن ملفات إيران كثيرة بهذا الصدد أيضا؟ يعني التحركات تبدو سريعة، لكن علينا أن نترقب ردود أفعال الشارع الإيراني، لأنه ما كل الخطوات التي تنتهجها الحكومة الإيرانية يعني تلقى قبولا لدى الشارع، لأن هناك أزمة ثقة حقيقية منذ سنوات ما بين الشارع والسلطات الحاكمة. لكن النظام أيضا يتخوف من حدوث اضطرابات أو خروج تظاهرات كثيفة في الشوارع، خصوصا وأن الأمر يبدو وكأن هناك سوء إدارة للأزمة منذ البداية. أولا أن يكون هذا العدد من المسؤولين بالغي الأهمية على نفس المروحية، وأن لا تكون هناك إجراءات تأمين كافية، وأن يتأخر الإعلان عن نتائج الحادث أو عن الحادث ل10 ساعات أو يزيد، وأن يتم التعرف على الطائرة أو المروحية ومكان سقوطها من خلال مساعدات خارجية من الاتحاد الأوروبي ومن تركيا، بالرغم من البرامج النووية والصاروخية والمسيرات داخل إيران. يعني أعتقد أن هناك أسئلة عديدة تجول بخاطر الشارع الإيراني، ويمكن أن تفجر جدلا ربما يتطور إلى اضطرابات في الشوارع. لذلك النظام يحاول أن يسد هذه الثغرات من خلال المصارعة باتخاذ هذه الإجراءات التطمينية. نعم، يعني دكتور، يعني عمليا هل ترى بأنه هناك أيضا قلق من
يعني أن يحدث أي اختلال في السياسة الخارجية لإيران خلال الفترة الانتقالية الآن؟ لا أظن ذلك، لأن السياسة الخارجية في إيران ليست من يعني صنع أو اختصاص الرئيس بالأساس، وإنما هي من اختصاص المرشد الأعلى، وهو الذي بحكم الدستور يمتلك كافة الصلاحيات، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي. لذلك طالما أن المرشد موجود ويباشر مهامه، لا أتصور أن يحدث اضطراب أو ارتباك في السياسة الخارجية، لأن سلطات الرئيس كانت تالية لسلطات المرشد، وبالتالي يمكن معالجة هذا الخلل سريعا بدون حدوث ارتباكات في السياسة الخارجية. نعم، هذا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بشكل عام، ولكن هل نتوقع أيضا أن يكون هناك ربما سياسات جديدة؟ وإن كنا نعلم بأن يعني عمليا هناك استقرار طالما أن المرشد موجود، ولكن يعني هل نتوقع بأن نكون أمام مرحلة ربما مختلفة تأتي بانفتاح أكبر، أو حتى يعني إشكاليات أقل ربما في الفترة المقبلة، أم أن الأمر لن يتأثر كثيرا برحيل الرئيس المتوفى؟ يعني خلال هذه الفترة الانتقالية 50 يوما، وهو موعد التحضير للانتخابات الرئاسية، لا أتصور أن السياسة الخارجية الإيرانية ستشهد تحولات جوهرية، لأننا بصدد مرحلة انتقالية، حتى نائب الرئيس الأول الذي تقلد مهام منصبه هو السيد محمد مخبر لن يقدم على قرارات مصيرية. صحيح أن السياسة الخارجية بيد المرشد، لكن ستحاول إيران التهدئة قدر المستطاع لتجاوز هذه المحنة وتداعياتها، لأننا لا ندري ماذا سيكون رد فعل الشارع خلال الأيام المقبلة، أو حتى خلال الجنازة لأولئك المسؤولين الإيرانيين. وبالتالي أتصور أنه على مدى 50 يوما ستظل الأمور هادئة من دون أي مفاجآت في السياسة الإيرانية، لأن البلاد لا تحتمل أي قرارات يمكن أن يكون لها مردودات سلبية سواء على الصعيد الخارجي أو في الداخل الإيراني. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة من تغطيتنا المستمرة، معكم بعد الفاصل الزميلة شيماء الكردي.